بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم حمد دشتي بإسماعيل. اليوم تاريخ 2/8/2023، اليوم يوم الأربعاء. طبعا حبيت أشرح لكم عن الفيش فايندر أو البلاد. طبعا هذه الشاشة اللي مبينة عندنا بالفيش فايندر أو الجارمن. نأتي حق اللوحة الأولى والشاشة الأولى. طبعا هذا هني يعطينا البحر، هذا البحر هني يبدأ طبعا قاع البحر أو التضاريس، هذه الجهة وهذه الجهة. معطينا الحين جهة اليمين وجهة اليسار، هذا الحين الفيش فايندر معطينا الجهة هذه والجهة هذه. المهم طبعا احنا على عمق 4 أمتار، يعني من هني من هذا الخط لهذا 4 أمتار، من هني لهني 4 أمتار. والمساحة اللي معطينا مغطيها الفيش فايندر 13 متر على اليمين و13 متر على اليسار. هذه اللوحة ايضا يعطينا هني قياسات، ايضا ارقام. اول قياس طبعا هذا الاعماق 3.9، هذا اعماق. عندك اللي حدره طبعا هذا درجة حرارة، وهني يعطينا طبعا سرعة الطراد بس احنا واقفين، هذا كامها. اللي حدره طبعا هذا الفولت بطارية، اللي حدره طبعا الساعة الوقت. وهني يعطينا تضاريس البحر، هذا طبعا قصة. طبعا اذا في سمكه راح تبين، اذا في سمكه راح تبين. وهذا طبعا هذه الشاشة ايضا عرض، بس ولكن ما يعطينا صورة، يعطينا بس التضاريس، ما يعطينا السمكه اذا مرت علينا سمكه وحدرنا سمكه. المهم ان شاء الله استفدتوا، هذا الشرح بسيط عن الفيش فايندر او البلاد.